أهلا بكم في حلقة اليوم. نتوقف عند أبعاد ودلالات مهاجمة وزير السكن الجزائري عبد المجيد تبون الإعلامية الجزائرية بقناة الجزيرة خديجة بن كنا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي قال تبون إن 5 مواقع أجنبية تقف وراءها، وهي موقع مغربي وآخر إسرائيلي وألماني وموقعين في فرنسا. الناس سونت انغواسي، ايزون كريي لونغواس دون لا ري، كيما هادي راه غاديه تشعل، غاديه، كان غدوه غير بوبال تشعل، راها بدات. وسيرتو لا بوبال يصوروها في الليل، راك عارف زهاره قد تسخط، قال بابا راه حيدره شعلت. سي كوم سا، سي سا لا بسيكولوجي دي ماس. بون ماتنا اون في كروار او جون بلي الازمه هادي ليسبوار نتاعك كيما قالت هذيك بن قنا وفرحانه بها. والله لا يردها في الجزيرة، البترول هبط، باي باي السلم الاجتماعي في الجزائر، الله لا يردك. هاولا هبط في 2014، السلم الاجتماعي مشى. دونك جو دي سي اون ترافاي لا ماس، قال الدراهم ما بقاوش، والازمة راها هنا، والمشاريع حبست، اي اون فوا بلي لونسي دو لوجمون، اللي دا دا واللي ما داش طفرت فيه، سي كوم سا، ميم الاحتجاجات على مستوى الدواور هذه هي. في بعض الأحيان جو لو دي نقولها بصفة رسمية ونكرر باسكو أنا راني في سنة نقول فيها نفس الكلام. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. سكنات تتبنى، الشيء اللي مبرمج يتبنى ونبرمجوا سكنات أخرى. تشوفي هذا مؤخرا الفيسبوك اللي تشعل من بعد خروج بعض الشباب في بجاي. سي كلير كلير كاين سيت في الماروك برو اسرائيليا اي سو تريتون ديزرائيل. سي كلير يا دو سيت ان فرانس، يا ان سيت ان اسرائيل، يا ان سيت ان المانيا. هادو هما لي 5 سيت بروفي. سي كلير مي حنا شوف سي سكي في لا فورس دو لالجيري. ابنائها اليوم ما كانش واحد اللي يزيد يلعب بهم، فاقوا. وردت بن قنا على الوزير من خلال تدوينة على صفحتها الخاصة بالفيسبوك قائلة: لم أسمع في حياتي ردحا بهذا المستوى من الدناءة إلا من طيبات الحمام. وزير السكن عبد المجيد تبون لم تحني ظهره الفضائح منذ ذكر اسمه كمتهم في أكبر فضيحة فساد عرفتها الجزائر منذ استقلالها والمعروفة بقضية خليفة أو فضيحة القرن. لم يجد السيد وزير السكن هذه المرة شماعة بمسامير يعلق عليها إفلاسه وفشله سوى تدوينة بالأحرى اقتطعها من صفحتي على فيسبوك، تقول خديجة بن قنا، وهي بالمناسبة تدوينة قديمة كنت قد كتبتها عام 2014 عندما بدأت أزمة النفط العالمية عقب تهاوي أسعار البترول. وقد حاول وزير السكن تبون توظيف هذه التدوينة التي مر عليها 3 سنوات ليوهم الناس بأن أياد خارجية تحاول العبث بأمن البلاد وبقية الموال تعرفونه خديجة بن قنا والمغرب وإسرائيل وألمانيا وفرنسا يحاولون عبر المواقع والمنصات العبث بالأمن القومي الجزائري. عندما تسمع ردحا رسميا رخيصا بهذا المستوى تستحضر أمامك مشهدا من فيلم كرنفال في دشرة وبطله خليفة البومباردي وهو يصدح فاقوبيك. كان هذا أيضا رد خديجة بن قنا على صفحتها في الفيسبوك لمناقشة هذا الموضوع. معنا عبر خدمة سكايب من فرنسا أنور مالك، وكذلك من فرنسا ياسين محيباهي الطبيب والناشط السياسي، أنور مالك الكاتب والإعلامي، وعبر الهاتف من الجزائر أحمد عظيم القيادي في حزب طلائع الحريات. قبل أن نبدأ النقاش حول هذه التصريحات لتبون ورد خديجة بن قنا والأيادي الخارجية والأصابع الداخلية ربما، دكتور أحمد عظيمي، لو نفتح زاوية بداية ونافدة على قراركم حزب طلائع الحريات وأنت كمتحدث به باسمه، قراركم مقاطعة الانتخابات، نبدأ هذه النافذة ثم نمضي للموضوع الرئيسي. أستاذ أحمد عظيمي،
لا يبدو أن أحمد عظيمي يسمعنا، سيحاول الزملاء العودة إليه. أنور مالك الإعلامي والكاتب عبر خدمة سكايب من فرنسا، أنت سارعت إلى الرد على ما قاله وزير السكن، وذلك الهجوم بالاستشهاد بتدوينة قديمة كما تقول خديجة بن قنا، يعني كيف تقرأ هذا؟ في أي إطار تدعه يعني؟ في البداية أحييكم أخي جمال الدين وأحيي المشاهدين الكرام. حقيقة أن هذا الأمر يندرج في إطار يعني المستوى الذي وصلت إليه المسؤولية في الجزائر، ووصل إليه وزراء الحكومة الجزائرية. وزير السكن لو بقي ساعات يتحدث بلغة الأرقام ما كفاته اليوم الكامل حتى يقدم حصيلة الأرقام والحسابات التي تتحدث عن أزمة السكن، ولكن هذا الوزير جاء ورفع شعارات وتحدث وذهب إلى أبعد من ذلك، إلى هجوم على إعلامية. وأقول خديجة بن قنا هي أيقونة إعلامية في العالم، ونفتخر بها كجزائريين. يصل به الحد يتكلم بهذه الطريقة، أنا في نظري أن هذا المسؤول لا يسيء إلى نفسه فقط، بل يسيء حتى إلى الذين عينوه. أنا والله أحتار كيف بمن يعين هؤلاء عندما يشاهد من أمثال هؤلاء المسؤولين يتحدثون في وسائل الإعلام وبهذه الطريقة، أن لا يخجل يعني أن يخجل بهذه الوجوه التي لا تملك مستويات ولا تقدم شيء. أزمات السكن والأرقام التي قدمت على مدار 16 عام ومليون سكن متفليقة وما جاء فيها من اضطرابات وخلل وفساد وأشياء كثيرة، والله لو بقي الوزير يتحدث بلغة الأرقام ما كفاه يوم واحد فقط حتى يشرح حقيقة ما يجري. ولكن هذا الوزير لا يملك شيء ولا ما عنده ما يقدمه سوى أنه يرمي فشله على الآخرين، وهذه دائما عادة هذه الأنظمة عندما تكون فاشلة وعندما لا تقدم شيء إلى مواطنيها تلجأ دائما إلى المؤامرات الخارجية، إلى الأيادي الأجنبية، إلى المؤامرة على الوطن، إلى إسرائيل، إلى فرنسا، إلى ألمانيا. يا أخي دائما أقول وأؤكد أنه إذا فيه أيادي خارجية على الجزائر لا يوجد أكبر من الأيادي الخارجية للمسؤولين الجزائريين، فلهم ارتباطات مع دوائر خارجية، ارتباطات مع فرنسا، يعني سجل التاريخ أنه أول من عانق إيهود باراك ورئيس حكومة إسرائيلي اللي هو بوتفليقة المسؤول الوحيد الجزائري الذي عانق، يعني والله لو نفتح هذا الموضوع لن ينتهينا بلا مقام. ولكن أرى أنه هذا يندرج في إطار الخيبات المتتالية لهذه الحكومات ولهذه المسؤولين للأسف الشديد. طيب ابقى معنا أنور مالك. دكتور أنور عظيمي، أحمد عظيمي معذرة، اختلط علي الأمر بين أنور مالك وأحمد عظيمي. أستاذ أحمد عظيمي أرجو أنك تسمعني، يعني قبل أن نأتي إلى تصريحات تبون، ما يعني ما تعليقك يعني حول مقاطعة قراركم بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة؟ أخي أزمان، أنت تعرف وأذكرك بأنه في نهاية الأربعينيات من القرن الماضي كانت تشهرت عبارة تشهرت كثيرا في أوروبا تقول ديزيليكسيون الألجيريان، يعني انتخابات على الطريقة الجزائرية. هذه العبارة اشتهرت لأن فرنسا كانت اشتهرت بتزوير كل الانتخابات في الجزائر، وللأسف أننا استعدنا السيادة الوطنية على أرضنا في 1962، لكن حافظنا على هذه الممارسة الرديئة نتاع تزوير الانتخابات. واليوم لما وصلنا إلى انتخابات تشريعية نحن لم نهتم بقضية التزوير لأننا نعرفها وندركها، لكن طرحنا سؤال خلال النقاشات والحوار الذي تم على مستوى البلديات والولايات قبل أن يصل إلى اللجنة المركزية. طرحنا سؤال، هل هذه الانتخابات ستغير شيء من أمر الجزائر؟ هل البرلمان المقبل سيكون حاملا للتغيير؟ وهل البرلمان المقبل سيفيد المواطن الجزائري في حل مشاكله ومواجهة مشاكله؟ وكان الجواب دائما بلا. وبالتالي قلنا البارح كان في نقاش صريح وحر، وبالمناسبة أحيي وفد جامعة وفد ولاية الصيف الذين رافعوا لصالح المشاركة، وكانت مرافعة رائعة جدا وكان نقاش صريح. نعم نعم تفضل نسمعك. تفضل. قلت وكان النقاش صريح ورائع من الطرفين الذين قالوا بالمشاركة والذين قالوا بعدم المشاركة، ثم وأمام وبحضور الصحافة الوطنية والدولية كان فيه تصويت، وبالتالي الأغلبية صوتت لعدم المشاركة لأننا
نعتبر أن مشاركة طليع الحريات في هذه الانتخابات التشريعية المقبلة لا فائدة ترجى منه، ولا يمكن أن نزج بالحزب في عملية مهينة، لأن صورة البرلمان في الجزائر هي صورة مهينة جدا. الشباب يهينونهم على المواقع الاجتماعية، والناس لا، صورة البرلماني هو الإنسان الذي يرفع يده أو لا يرفعها مقابل 30 مليون كما يقول الشباب. لذلك اتخذنا هذا الموقف ونحن مقتنعين جدا به. يعني هل، ولكن هل شبهتم يعني حتى بانتخابات الأربعينات أثناء الاستعمار الفرنسي؟ يعني هل هو نفس المشهد الآن في الجزائر؟ نعم، كنت تقول بانه كانها اجواء شبهت هذه تزوير انتخابات بالاربعينات اثناء الحكم الاستعمار الفرنسي. نعم، الاربعينيات كان في اندماجيين، كان في اندماجيين، وكان في اللي امنوا بان فرنسا ممكن تغير ما بامر الجزائريين، لكن كان فيها ايضا المجموعه 22 التي خرجت وانشات جبهه التحرير الوطني التي حررت البلد. نحن نقول اننا في تلك مرحله شبيهه بمرحله ما قبل 54، ونقول ان طلائع الحريات نشات بنفس الطريقه التي نشات بها جبهه التحرير في 54، لان طلائع الحريات لم تنشا كمجموعه هكذا التقت وانشات حزب او حزين، إنما الآلاف الذين شاركوا في الحملة الانتخابية للرئاسيات وكانوا بضرب السيد علي بن فليش هم الذين أنشأوا. هذا هو يقودنا البال الذي، ما ردكم يعني بعيدا عن التشبيه، قد طبعا فيه جدل، قد يكون يعني أنتم تشبهون حزب طلائع الحريات ب يعني طلائع الحركة الوطنية أو نوفمبر و54، وأنه عملية النظام الحالي كأنه تقريب نفس الإدارة الاستعمارية. يعني لا أقول نفس الإدارة الاستعمارية، لكن للأسف أن النظام نظام الآن تهلهل، نظام أصيب بالشيخوخة، نظام تعب، نظام لم يعد يدرك ما يقول. أنتم قبل دقائق كنتم تتكلمون عن الوزير الذي قال بأن صحفية جزائرية تتسبب في 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 فتنة في البلد. الدولة الكبيرة أو الدولة فقط، حتى لا نقول كبيرة، دولة عادية، لما تتسبب فيها مجرد صحفية أو يتسبب فيها مجرد موقع في خلق مشاكل كبيرة، هذه إهانة كبيرة جدا توجه للأجهزة الأمنية الجزائرية وللجيش الجزائري. وأنا أعلم بأن الأجهزة الأمنية الجزائرية تقوم بواجبها على أحسن ما يكون. الآن نحن أمام طبقة سياسية عاجزة تماما، طبقة سياسية لا تدري حتى ماذا تقول. نحن أمام انسداد سياسي حقيقي، نحن أمام وضع كارثي مأساوي، لأن هؤلاء لم يعودوا يدركون ما يفعلون ولا ما يقولون ولا ما يخططون له. قبل قليل في قناتكم كنتم أوردتم مقطع لسلال يتكلم يقول أن المواطنين تعودوا على الريع. هذا كلام نحن نقوله، أنتم عودتوا المواطنين على الريع، وهو أكدها يعني بأن فعلا الحكومة كانت تستعمل الريع. إذا أنتم عبثتم بالمال العام، أنتم خلقتم وضعية انسداد سياسي حقيقي. نحن في أزمة سياسية، أزمة سياسية خطيرة وكبيرة جدا. إذا هذا هو الوضع للأسف، ومع ذلك لا زالوا مصممين على أنه لا يوجد انسداد سياسي. هذا الوزير نفسه يقول ما كانش انسداد سياسي، يعني كل هذا الوضع الذي نحن فيه، حتى كلامه نفسه يؤكد أن هناك انسداد سياسي، لأن الدولة اللي تتسبب مجرد مواقع اجتماعية ولا كلمة انت صحفية قالتها في ظرف معين تتسبب في فتنة في البلد، معنى هذا أنه في انسداد سياسي. طيب خليك معنا أستاذ أحمد عظيمي، سعود إليك، وطبعا ما زالت هناك أسئلة في هذا الباب وفي أبواب أخرى. ياسين محيباهي الطبيب والناشط السياسي ينضم إلينا، ما تعليقك على تصريحات تبون؟ مساء الخير جمال الدين، مساء الخير كل المشاهدين. والله في الحقيقة لما نسمع تصريح وزير السكن أو بعض وزراء الحكومة يبين يعني درجة ضعف وصلت فيها الحكومة الجزائرية، وصلوا واحد درجة نتاع ضعف وعدم نضج سياسي، يتهمون أطراف ويتهمون صحفيين ويتهمون قنوات تلفزيونية وعلى رأس القناة المغاربية بأنها قناة عدوة للجزائر. قالها السيد أحمد بويحيا وقالوها الوزراء، حتى أنهم استعملوا الآن ما
بعض القنوات بما فيهم إمام أحد الأئمة تاع مساجد الجزائر، وإنه ابتعد عن الدور نتاعو كإمام وكمرشد لينتقد قناة تلفزيونية. أما وزير السكن فصراحة مؤسف جدا كل ما قاله، لأن كثير ما قلنا في السابق أن الدبلوماسية الجزائرية دبلوماسية قوية، ولكن هذا كان في السابق. الدبلوماسية الجزائرية أصبحت ضعيفة جدا، ما كان أي أطراف خارجية تحاول زعزعة الجزائر. هناك عجز كثير في الحكومة، الحكومة هي الحالية هي التي تسببت في هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي والانسداد السياسي. الحكومة هي التي لم تريد أن تتكلم ولن تريد أن تتكلم مع كل الأطراف. كل مسيرات السلمية ممنوعة، حرية التعبير مقهورة، سجناء موجودين، يعني ناس أبرياء في السجون معتقلين ويتجرؤون هؤلاء الوزراء ينتقدون دولة جارة هي المغرب، ينتقدون دولة أخرى والتي لا علاقة لنا بها، الجزائر ليست لها أي علاقة مع دولة إسرائيل. كيف أن وزير اليوم يتهم ويتكلم عن هذه الدولة التي لا نعترف بها لأسباب تاريخية معروفة؟ ولكن للمؤسف أن يتكلمون عن المغرب وقت اللي احنا محتاجين أن نتضافر الجهود وأن نعمل مع بعضنا بعض. كيف يمكن أن نبني مجتمعا مغربيا راقيا في هذه البقعة في العالم اللي هي شمال إفريقيا؟ يزرعون هم يزرعون نار الفتنة بين الدول، ولا لا لا ليست هناك أي أطراف خارجية. فهذا يبين ضعف اللي وصلت له الحكومة الجزائرية. طيب خليك معنا ياسين محيبة. هي أنور مالك، لا تعتقد أن ربما الوزير، هل الوزير مطلع فعلا على الفيسبوك وعلى التصريحات عندما يستشهد بتصريح قديم كما تقول خديجة بن قلنا في ردها عليه؟ يعني هل أم أنه ربما يسمع من الناس من مستشارين ليسوا على اطلاع ربما كذلك، يعني ثم يذهب إلى القول أنه الله لا يردها وهذا الكلام؟ يعني هل هو مطلع فعلا ام انه يسمع الكلام؟ قالوا له واحد مستشارين قالت خديجه بن قلنا وفي الجزيره، وهو ليس صحيحا اصلا، لم تقل هذا الكلام في الجزيره، الكلام قديم وفي على صفحتها في فيسبوك، صفحتها الخاصه فيها بالمناسبه 9 ملايين، يعني من اكثر صفحات متابعه في العالم. حقيقه انا لا اظن ان الوزير يتابع، يبدو والوزاره طبعا رغم اغلبيه الموظفين ما عندهم شغل، كلهم مشغولين بالفيسبوك. هذا يبدو أنه يتابع صفحة خديجة بن قنة، فكان لديه حقد ما أو غضب ما فأوحى إليه بهذا الكلام الخطأ، فتحدث هذا الوزير بطريقة خاطئة تماما. أنا أقول أنه هذا الكلام يعني والله أنا أتأسف جدا، مثل هذا الكلام يعني لم يعتبروا مما يحدث لدينا في سوريا. قالوا أيادي خارجية وصلت إلى هذا الحرب، كل بلد تقع في واقع سيء مثل هذا يتحدث عن الأيادي الخارجية. نتحدث عن الأيادي الخارجية، أليس من الأيادي الخارجية أن مصير الجزائر قرر هنا في فرنسا؟ أليست من الأيادي الخارجية أن الملحق الثقافي الإيراني أمير موسوي كتب منذ يومين على صفحته الفيسبوك يتهم الجزائريين الذين احتجوا بأنها مؤامرة صهيوتكفيرية، اتهمهم بالصهيونية واتهمهم بالتكفير، وينصح في الجزائريين أن يتجاوزوا شؤونهم الاجتماعية والاقتصادية عن طريق القنوات الدستورية. هذا ملحق ثقافي إلى سفارة دولة أجنبية صار يصول ويجول ويتدخل في الشأن الجزائري. أليست هذه أيادي خارجية؟ أليست السفيرة الأمريكية تكتب على صفحاتها في الفيسبوك وفي تويتر وتتابع الشأن الجزائري؟ أليست الصفقات التي تحدث تحت الطاولة كلها أيادي خارجية؟ أنا أقول إذا كانت أي سلطة تملكها خديجة بن قلنا أو يملكها أي ناشط على صفحة الفيسبوك أو تملكها قناة المغاربية حتى تجند لها المساجد كي يطعنوا فيها على أساس أنها قنوات فتنة، أي سلطة تملك هؤلاء؟ الأيادي الخارجية هي الأيادي التي تملك سلطة في الداخل، فإذا كانت هذه الأيادي الخارجية التي يسمونها أيادي خارجية استطاعت أن تحرس شريحة واسعة من الجزائريين ضد الفساد وضد، إذا ليست أيادي خارجية، هذه أيادي داخلية، هذه شخصيات لديها شعبية وسط الجزائريين، هي ليست أيادي خارجية. عندما يتكلمون جاءت بشاب عنده صفحة في الفيسبوك كان في البرج بوعريريج يخطفوه ويعتقلوه ويزجوا به في السجن لأنه عنده صفحة على الفيسبوك يتحدث فيها عن الفساد وعن عن عن الاستبداد الذي يعيشه في الجزائر. الدولة التي تخاف من صفحة فيسبوك ليس لها مستقبل، الدولة التي تخاف من شاب صغير يعبر عن مشاعره في صفحته ليست لها مستقبل، الدولة
التي تخاف من صحفية تعمل في قناة الكبرى الكبرى لو استطاعوا أن يحتووا خديجة بن جنة، وهذا طبعهم كل المشاهير يحتووهم ويضعونهم في الصف وخاصة من النساء، لكن الوحيدة التي أفلتت من هذا الحساب هي خديجة بن جنة التي بقيت في صف الدفاع عن الجزائر والدفاع عن الجزائريين، ولذلك يتطاولون عليها ويتهمونها اتهامات لا تحصى ولا تعد. أنا أقول أن هذا الدولة وصل بها الضعف إلى هذا الحد. الدولة الجزائرية كان لها ثقل في كل شمال إفريقيا، لا يمكن أن تتحرك شيء عسكري أو استخباراتي في شمال إفريقيا بل في إفريقيا إلا بإذن من الجزائر. الآن صارت الجزائر تخاف من صفحة الفيسبوك فيها 100,000 متابع، لا نتكلم عن الصفحات التي فيها الملايين. إن هذا يعني هذا إهانة للدولة الجزائرية، هذا يعني اعتداء على تراث كبير، على دولة خرجت واستطاعت أن تبني نفسها على جماجم الشهداء. أنا ما نتكلم لغة الخشب، مللنا من لغة الخشب، الوضع مزري بمعنى الكلمة، الوضع سيء بمعنى الكلمة، لا داعي لهذا. يأتي الإمام يجندوه يطلع على المنبر ويقول المغاربية فوق فتنة، هذا المغاربية أتت بالصهاينة، المغاربة تأتي بالجزائريين يتحدثون عن الشأن الجزائري. لو كان هذا النظام يدرك أن ما يقال في القناة المغاربية أو ما قالته خديجة بن جنة أو ما يقوله بقية الناشطون هو خطأ ما التفتوا إليه أصلا، ولكن هم يدركون أنه ما يأتي عبر القنوات وما طيب. يأتي عبر هذا الإمام ذهب، هذا الإمام يعني ذهب يعني حتى يعني إذا جاءكم فاسق بنبأ يعني يزعم أنه القنوات مفتوحة مجانا، الناس تتصل مجانا، وهذا ليس صحيح. أنت تعرف يعني في القنوات الرقم الموجود رقم الجزائريين يتصلوا ربما يدفعون احيانا ما تبقى في جيبهم، قال لك انه هادو علاش يفتحوا لهم الخطوط يعبروا المواطنين بالديمقراطي. للاسف الشديد في حتى من روج له اتصلت به قناه اجنبيه عرضت عليه كي يتدخل في الشان الجزائري، وطبعا كثير من القنوات لما ياخذوا انسان على المباشر عبر الاقمار الصناعيه يعطوه مكافاه ماليه، عرضوا عليه 100 دولار، عمل منها قضيه وعلى اساس انه هذه القناه تريد شراء ذمته حتى يطعم في واقع الجزائر ويحرض كذا. يعني للاسف الشديد اخي جمال الدين إن والله نوع من الاستخفاف طيب. كانه سبحان الله كانه لانه انا اقولها لك يعني بوضوح، لو لم يكن ما ياتي على المغاربيه وغير المغاربيه بهذا هو الواقع الحقيقي الذي يفضح اكاذيب السلطه ما خافوا منها ان ينهى الى هذا الحد، وما رموا مثل هذه الاتهامات وما ذهبوا الى حكايه وقصه الايادي الخارجيه. لا يوجد ايادي خارجيه ضد الجزائر، الايادي الخارجيه الحقيقيه هي الايادي الداخليه للسلطه التي لها امتدادات في كل الخارج للاسف الشديد. طيب. يعني. الايادي الداخليه هي المشكله احمد عظيمي وليست الايادي الخارجيه، وان هذه الايادي الخارجيه فزاعه كما يقول انور مالك بهذاك الخطاب. هو خطاب يحرص فعلا على من هؤلاء المتحدثون من الوزراء وغيرهم يعني بالاسماء كثيره، هل هو حرص فعلا على الجزائر ام حرص على الكراسي حتى بتلفيق التهم للاخرين لجزائريين يحبون الجزائر؟ هو فيه مشكلة الآن، أعتقد أن هذا النظام له حساسية كبيرة جدا تجاه الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج. أنت تبعت وش جاء في الدستور الأخير، النسخة الأخيرة للدستور وقوانين تاع الجنسية وغير ذلك. هناك مشكلة يعيشها هذا النظام تجاه المقيمين الجزائريين المقيمين في الخارج. دول أخرى تسعى بكل الوسائل ل إبراز دور جاليتها في الخارج والاستفادة منها ودعوتها لحضور مناسبات في البلد وغير ذلك، تعتز بجاليتها الناجحة في الخارج وتجعلها تساهم في بناء الوطن، ونحن ندفع بجاليتنا لتهرب نحو الخارج أكثر، نحن نهمش الجالية الجزائرية. هذا من جهة. من جهة ثانية لما يتهموننا والله لما نسمع مدير ديوان رئاسة الجمهورية يتكلم عن قناة المغاربية يقول قناة عدوة، يعني بكل بساطة يوم أمس لما كان فيه الدورة الثالثة للجنة المركزية لطلائع الحريات أن وسائل الإعلام العمومية الإذاعة العمومية والتلفزيون العمومي
قاطع أعمال هذه الدورة وها الإذاعة الوطنية والتلفزيون الوطني اللي يأكلوا من عندنا يخلصوا من عندنا لأن من درهمنا درهم المواطنين الجزائريين والمفروض أنها خدمة عمومية وليست خدمة حكومية. الإذاعة الوطنية والتلفزيون الوطني يقاطعان طلائع الحريات منذ مدة طويلة. إذن أنت تغلق علي في الجزائر وأنت تضغط على القنوات الخاصة حتى لا تمرر خطاب المعارضة الوطنية ثم تلوم المعارضة الوطنية لما تتكلم في وسائل إعلام جزائرية موجودة في الخارج. أنا شخصيا أرفض كثيرا الحديث لقنوات أجنبية لما ما تخدمش الدولة نتاعي لما ما تخدمنيش كجزائري أرفض الحديث فيها لأني أرفض أن أنقل مشاكلنا عبر قنوات أجنبية. ودعيت أكثر من مرة للذهاب لحضور في بلاطوات في دول أجنبية للحديث عن قضايا جزائرية. كنت أقول لهم أن القضايا الجزائرية أتكلم عنها في قنوات جزائرية. إذن هناك مشكلة لدى هذه السلطة. تريدنا أن نصمت، تريدنا أن نسكت، تريدنا أن نقبل بفسادهم، نقبل بكل ما يقومون به من مآسي تجاه هذا الوطن. هم يضرون بهذا الوطن ويطلبون منا أن نسكت. هناك أناس عوض أن يكونوا في السجون أو يكونون أمام في المحاكم نجدهم مسؤولين الآن ومع ذلك يعني يتكلمون ويتبجحون ويدعون الوطنية. الوطنية ليست احتكار على أحد. الذي يعيش في لندن أو يعيش في باريس أو يعيش في قطر أو يعيش في أي مكان آخر لو وجد الوضع أفضل هنا لو سمحنا له بأن يتطور هنا بأن ينجح هنا لما ذهب إلى هناك. وهذا ليس أقل وطنية من الذي يتولى مسؤولية. المعارض الذي يعارض السلطة الآن يعرض نفسه لأخطار كبيرة جدا وهذا ليس أقل وطنية بل هو أكثر وطنية من الموجود في السلطة لأنه يدفع من قوت أبنائه لأنه ينشط من جيبه لأنه لا يستفيد أي شيء ومع ذلك يحاول أن ينور الرأي العام حول قضايا الوطن. هذه السلطة ليس في ذهنها إطلاقا شيء اسمه المعارضة، ليس في ذهنها إطلاقا شيء اسمه حرية التعبير. هم غلقوا أو يغلقون كل المنافذ كل السبل، لا يحاورون الشباب، لا يسمحون للمواطنين بإبداء رأيهم، لا يسمحون للعدالة بأن تأخذ مجراها في قضايا الفساد. يستقبلون أناس مطلوبين للعدالة يستقبلونهم بالأحضان وبالبساط الأحمر، يعملون كل هذا ثم يريدون من الشباب أن يصمت، يريدون من الشباب أن لا يتكلم، يريدون من الشباب أن لا يعارض. ولدينا شباب ممتاز، لدينا شباب رائع، شباب متمسك بالوطن أكثر من جيلي وأكثر من جيلهم وأكثر من الجيل الذي سبقنا. لدينا شباب رائع لكن للأسف الشديد أن لو كانت عندنا سلطة تدرك ما تملك لدى هذا الشباب وعرفت كيف تحركه لبنينا دولة قوية بإمكانياتنا وبوسائلنا لكن للأسف الشديد هم بيسمعون. طيب يعني يعني انت لو تشارك لنا مثل ما اشرت يعني لم يتم تغطيه تمت مقاطعه الاجتماع حزبكم حزب الطلائع. الان لما تكلم احمد عطيمي او قيادات في الطلائع في المغاربيه يصبحون يعني يعطونهم تيكات انهم يتكلمون في قناه العدو كما يذهب ويحيى ويزايد عليه خطيب حتى في الجامع الكبير. المؤسف أن الخطاب الديني ونحن قلنا أنا نفسي كتبت حول هذا مرارا وقلت أنه يجب أن نضع استراتيجية لمرحلة ما بعد الأزمة الأمنية وفي هذه الاستراتيجية أهم عنصر من عناصر أخرى ذكرتها أكثر من مرة هو الخطاب المسجدي لأن الخطاب المسجدي أولا متخلف جدا ثم أنك جيت تستعمله لصالح نظام متفاسد وفي الدفاع عن اشياء لا يمكن ان تدافع عنها امام المواطنين. المواطن الجزائري لم يعد ذلك الام المسكين الذي لا يعرف اي شيء. نحن لسنا في 1962 نحن في 2017 والمسؤولين الجزائريين لا زالوا يكلمون المواطن الجزائري بعقليه 1962. المواطن الجزائري الان متعلم، المواطن الجزائري الان لديه وسائل اخرى يطلع بها على ما يحدث في البلد.
لما نمشي إلى آخر أمي في آخر دوار في آخر دشرة في الجزائر ونتكلم معه نجده مطلع على كل شيء. إذن هذا المواطن لا يمكنك أن تقنعه بخطاب ديني متخلف جدا، لا يمكنك أن تقنعه بخطاب يلقيه أئمة يلقن لهم الخطاب. نحن تمنينا أن المسجد يقوم بدوره على أحسن ما يكون، لأن أكبر مجال اتصالي في الجزائر اليوم هو المجال المسجدي. في كل جمعة هناك حوالي 16-17 مليون حسب بعض الدراسات يذهبون إلى المساجد ويستمعون للخطاب المسجدي. هذا المجال الاتصالي الكبير الشاسع والناس يأتون طواعية للاستماع إليه، هذا الخطاب لا زال متخلفا جدا. هذا الخطاب لا يساهم إطلاقا في تنوير المواطن الجزائري ولا في جعله يتمسك بالدين الحنيف الأصيل النظيف النقي. هذا الخطاب المسجدي لما يستعمل لصالح السلطة فهو ينفر المواطنين منه وينفر المواطنين حتى من المسجد، استغفر الله العظيم. خليك يعني معنا أستاذ أحمد عظيمي لو سمحت. طارق مراحل المحامي والناشط الحقوقي ينضم إلينا. طارق مراح، ما تعليقك على تصريحات تبون خالد خديجة بن قلنا هي في المقابل ترد انه حتى بالقصف الثقيل كما وصفها البعض يعني، وتقول بانه ذكر اسمه في اكبر فضيحة فساد عرفتها الجزائر، فضيحة الخليفة. نعم اخي جمال، تحية لك ولضيوفك الكرام ولقناة المغاربية ولكل يعني المتتبعين. هذا الرد خديجة بن قلنا هو رد مفحم في مستوى الخطاب الذي سمعناه من وزير السكن إن صحت التسمية، بأنه قد حاد وحاز يعني خرج عن وجبة التحفظ وخنق وجبة التحفظ وبات يعني يرمي خبط عشواء هنا وهناك وأصبح يرمي بالتهم جزافا على القاصي والداني على امرأة شريفة جزائرية مثلت الجزائر في أكثر من مناسبة دولية، وأيما تشريف كرمت وأيما تكريم. هذا الوزير الذي يعني نسي أو تناسى بأنه يعني عدد المتتبعين فقط في صفحة الفيسبوك لهذه الصحفية الشريفة أكثر من الناس اللي سكنهم واللي راح يسكنهم والناس التربوط القذرية اللي راح يهد عليهم الوزن. هذا الوزير خطابه ما يكون عن خطاب المسؤول، أبعد ما يكون عن خطاب الدولة، خطاب وزير الدولة أبعد ما يكون عن يعني ما يجب أو ما يتعلم على الوزير أن يقوله للمواطن في خطاب رسمي موسهن لشعب يعني يحترم نفسه وإلى يعني نخبة إعلامية أو نخب إعلامية يعني بقيت تتفرج ولا يعني رد فعل. أنا يعني كنت متخير كيفاش الوزير بقى هذا المستوى وقال الكلام كنا هذا ويعني مرتاح وعادي، ونقسم بالله أنه سيواصل برنامج فخامة الرئيس واليمين يعني لا يستقيم أن وزير في خطاب رسمي يعني يحلف بالله ويقسم بالله، لأنه وهذا دليل يعني دليل واضح وصريح على أنه هذا الوزير مرتبك خائف يعني عنده تخوفات يعني واضحة، وهو متيقن أنه لن يستطيع أن يواصل ما يسمونه برنامجا هذا الترقيع وهذا الذي يمارسونه يوميا. فشل وهم اليوم يلقون بفشلهم على الشرفاء على الشعب الجزائري كذلك. طيب. وهم الذين يتهمونه بأنه يعني يساهم في تأجيج الوضع العام، يهدر على كرمكم الله على القمامة، قال لك القمامة تشعل، إذا شعلت القمامة يقولوا شيدرة شعلت. هذا ما هوش وزير، هذا لا يصلح حتى يكون يعني بواب في هذه الوزارة والقدير البواب. طيب خلينا فقط لكي لا نسقط، خلينا من المصطلحات هذه لو تكرم طارق براح، ولكن ربما هو مش عارف انه احيانا ربما المستشارين مثل ما كان يقول انور مالك ربما لا يطلع حتى على الفيسبوك وعلى ما يكتب، وبعض اكيد مستشار ما له الكلمه في ودنه فقالها في منطلق
الحشد والتصعيد والمزايدة حتى القنوات والمواقع الخارجية وغيره. نعم أنا الأشياء الإشارة صح أخي جمال، أنا ما قلتش أنا مسبي قط، أنا لم أقل يعني مفردات نص بشخصه. يعني كنت فيما يخص بواب وهذاك، خلينا نبقى في نقاش. ما يصلحش بواب، ما يصلحش بواب، هذه ماهيش سبة، أنا ما سبيتوش، هذه من ناحية، من ناحية ثانية هذا الوزير هذا يشكل خطر حتى على الوضع العام، يشكل خطر على الشعب الجزائري، لأنه إذا أرماه بالمسؤولية على كاهل الإعلامية من حجم خديجة منك، أنا من باب أولى أنه يروح يرمي الخطر الجاية، يرمي التهمة على أي مكان، هذا بات يشكل علينا خطرا يعني صريحا واضحا، ويتعين لجمه ويعني إيقافه عند حده بكل الوسائل وبشتى الوسائل القانونية والسلمية التي يتعين يعني الاحتكام إليها. هذا من جهة، من جهة ثانية هذه الحكومة ما يقال عن الوزير يقال عن بقية عن كثير من الوزراء. نعم الوزراء يدعون الشباب بالمناسبة والجزائريين إلى رفع العلم الوطني أمس، طبعا في مقابل تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي يعني بعضها طريفة، كثيرون قالوا لما لا يرفع هؤلاء المسؤولون الأعلام على عقاراتهم في الخارج وينشروا هذا العلم، ما رأيك؟ فشلوا في 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 هذا التوجه الذي يعني دأبوا عليه، ويقال يعني في بعض الأماكن أنه عمار غور هو الذي اقترح هذا المقترح وتبنته الحكومة ثم فشلت فيه، ولم يروا يعني راية واحدة علقت على شرفة ملزم، وكأن الجزائريين يعني أنا ما فهمناش، لكن الجزائريين ما لم يعلقوش العالم هذا ما هذا وطنيتهم ولا ما يحبوش بلادهم ولا غير الحكومة هذه اللي تحب البلاد ولا ما فهمناش، وما هضروش هم على هذا الحجام، الحجام يعني الواسع للجزائريين، هذو الناس انقطعوا، الشعب الجزائري انقطع عن هذه الحكومة وعن هذه السلطة، وبات لا يسمع لها خطابا، وبات يعني يتقزز من خطاباتها يعني المتحطة التي يعني أحسنت خديجة بن جنة وصفها بخطاب طيبات الحمام. شكرا لك طارق مراح المحامي والناشط الحقوقي. ياسين محي باهي طبيب والناشط السياسي، ياك بدا الإعلام رافع الإعلام يا ياسين. لا أنا نرفع الإعلام فقط في مناسبة أول نوفمبر وخمسة جويلية في فرنسا، فقط يوم أول نوفمبر وخمسة جويلية نرفع الإعلام تاع الجزائر. أعتقد أن قضية الإعلام هذه لازم الناس تعرف أن كل قرارات سياسية تأتي من وراء البحر بالنسبة للجزائر، والمستشارين الحقيقيين للجزائر موجودين في قصر الإليزي و بعض اللوبيات السياسية الفرنسية. قضية العالم هذه جاءت من فرنسا يعني درجة هذه، يعني انه فهم يقولوا بالعكس انه تبون يقول المواقع في فرنسا وفرنسا هي اللي ورا الجزائر، واحدهم ذهب حتى المزايدة انه بيان الاضراب، واتهم حتى منطقة بكل بل ما من ذلك من إدانة كتب في المركز الثقافي الفرنسي وطبع في المركز الثقافي الفرنسي، وكأنه يعني ليس هناك طابعة في العالم إلا في المركز الثقافي الفرنسي في الجزائر. هذه هي فرنسا هي اللي بالنسبة له هي اللي تخلط، يعني تقول العكس. أنا أقول العكس لأن فقط هذه تدخل في إطار مسرحية ومناورات بين السلطة السياسية بين الحكومة وبعض الجهات الفرنسية، قال قول معليش قول باللي فرنسا وسكت هذا الشعب تاعك هذا، وفي نفس الوقت عندك مشاكل اقتصاديه وعندك مشاكل اجتماعيه، يقول لهم يخرجوا الاعلام كما احنا خرجنا. وهنا ما تعليقك على تعليقات يعني ساخره، يعني حتى بعض راح قام عمل فوتوشوب على ما شقه عمار سعداني وشقه عبد السلام بوشوارب وعلقوا العلم حينها وقالوا لما لا يرفعوها، رفعوا الاعلام هم تاني في فرنسا على عقاراتهم. ما تعليقك على هذه التعليقات الساخره من الجزائريين؟ لا أعتقد أنها تعليقات ساخرة، وإنما تبين حقيقة الوضع، وتحية لهذا الشباب يعطوا عنهم الأفكار. ما أعتقدش أنها تعليقات ساخرة لأنها حقيقة، يعني قصدي ساخرة من دعوات هؤلاء الذين يلعبون على هذا الوتر الوطنية ورفع العلم، وهم يهربون الأموال ويشترون العقارات في فرنسا.
طبعا، لان هذه الحكومه وهذه السلطه السياسيه في الجزائر من الوزير الاول الى اخر وزير لا تمثل الشعب الجزائري، فاقده لكل شرعيتها. بالتالي عندهم الحق يقول لك احنا نرفعوا الاعلام. علاش نرفعوا الاعلام؟ رانا في حرب ولا واش؟ رانا ما عندنا والو. تجد ان هذه الحكومه لما تصل الى عدم يعني حل مشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه خاصه، لان الجميع يعرف مثل كل دول العالم الجزائر تعيش وضع اقتصادي صعب كثير، تهبوا الاموال، بدروا الاموال، تقريبا 850 مليار دولار مشات. الان واش نديروا؟ خايفين من الشارع، خايفين من الشارع، يخوفوا في الناس. قال سوريا، قال كذا، قال قناه المغاربيه عدوه، قال خديجه بن قنا عدوه. ونذكر بين قوسين ان خديجه بن قنا ليست الصحفيه الاولى التي وصلت لهذا الحد في التهجم، حتى حافظ الدراجي تهجموا عليه بعض اعضاء الحكومه. هاد الناس صحفيين اللي كانوا يخدموا في الصحافه الجزائريه من خيره من الاعلام. ولما نقول ان الاعلام سلطه رابعه، هاد الناس في الحكومه هما اللي خلقوا الحكومه، لانهم عاجزين على حلول المشاكل الاقتصاديه والسياسيه للجزائر. نحن نعيش حقيقه في وضع اقتصادي، وانا كنت في الجزائر في تلك الايام نرى حقيقه الوضع الاقتصادي صعب كثير. ماذا سيقولون بعد ايام؟ هل الموز هو عدو الجزائر او كذا؟ اذا لا، ومسؤول في وزاره التجاره قال انه سبب ارتفاع البنان في الجزائر وصل 60,000، يعني في مقابل انه مثلا في فرنسا او في بريطانيا الكيلو يقارب 15,000 مثلا، يعني فيما اقصاه. في الجزائر ب 60,000، قال لك مسؤول واحد في وزارة التجارة سبب فيسبوك هو اللي رفع البنان إلى 60. لا 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 لا، ارتفاع الأسعار نتاع هذه الفاكهة وبعض البضائع من هذه الأيام داخلة أصلا في قضية لوبيات نتاع الاستيراد، حبسوا الاستيراد. أصبحت هذا الموز هذا اللي كانوا حاكمينه بزاف الناس، الآن هذا لامبورتاسيون نتاع لي بنان يعني غلقوها. دونك لا لوا دو لوك لا دوموند تغيرت، لأن هذا الموز اليوم بعد السعر تاعو يعني 60,000. على ذكر الموز، لماذا في اعتقادك الإصرار على يعني بهذه التصرفات؟ هل بهذه التصرفات الإصرار على الجزائر يعني وصمها بما يسمى دائما ذلك التعبير الخاص بجمهورية الموز لي ريبوبليك بانانيير؟ يعني لماذا هكذا بهذا يعني المفروض الجزائر التي صنعت التاريخ يعني لا كأنها تدور في حلقة مفرغة في هذا التاريخ، يعني يتكرر المشهد، يعني نفس الثمانينات ومنتصف الثمانينات تقريبا نفس المشهد. لأن بكل بساطة كما قاله الإخوان في هذه الحصة أن الحكومة الجزائرية وصل بها المستوى تاع الضعف والعجز إلى هذه الدرجة، حتى أنها لم تعد تجيب إلى المطالب، ويعني أصبحت حكومة يعني بدأت تقول كلام لا يليق بوزراء. بهذه المناسبة مشاركة أحزاب سياسية مثل حزب الرياض أو جيت بعض الأشخاص في الانتخابات الأجنبية، أعتقد أن قاطعة الانتخابات شيء مشرف. لا يمكن تشارك في انتخابات في دولة لا تحترم. شكرا لك ياسين محيباهي، الطبيب الناشط السياسي، كنت معنا عبر خدمة سكايب. سيد أحمد عظيمي، ما تعليقك على هذا الخطاب الذي كنت تقول بأنه يعبر عن تهلهل الدولة؟ أليس خطابا كذلك تحريضيا خطيرا على جزائريين يعني بهذا الكلام في المساجد؟ يعني خطاب تكفيري عملي، أو خطاب يعني وزير ضد مذيعة جزائرية، يعني وخطابات أخرى تخويفية، عمار غول يختفي وراء قوى الأمن والجيش وغيره ويخوف الجزائريين، يقول لهم خوفوكم بالأمن والإرهاب وغيرها. هل هؤلاء يعبرون فعلا يحرصون على الجزائر وأمنها واستقرارها، أم أنهم يختفون وراء جزائريين ويورطون جزائريين بجزائريين ويريدون في الحقيقة هم الفتنة بهذا الخطاب؟ والعقلية الستالينية لازالت مؤثرة على المسؤولين الجزائريين. العقلية الستالينية التي من جهة تخوف يعني الجزرة والعصا، من جهة تخوف ومن جهة أخرى تهدد.
فهم يهددوننا. تتذكر رسالة الرئيس اللي وجهها في 19 مارس يهدد في المعارضة بأشياء كثيرة جدا. الرسالة اللي وجهها للصحفيين يهدد فيها الصحفيين إلى آخره. تهديدات ويحيى للمعارضة، تعرف لما كان رد طلائع الحريات على الاستشارة اللي عملوها من أجل تعيين رئيس الهيئة ما سمي بالهيئة المستقلة إلى آخره، في يوم الرد نتاعنا وقلنا له باللي هذه الانتخابات لا شيء بالنسبة إلينا، في يوم الغد كان في افتتاحية في المجاهد وبإمضاء المجاهد، وإحنا نعرف من الستينيات والسبعينيات لما المجاهد تنشر افتتاحية وتمضيها المجاهد، معنى هذا أنها رسمية، معناها أنها جاية من الرئاسة، فيها تهديد كبير جدا. وهددونا وقالوا لنا بأنكم تمارسون نفس العمل تاع الإرهاب في التسعينيات إلى آخره، ويعني لازم نسكت، هذا ما يريدون. تعرف أن الآن هم من جهة في خوف كبير ركبهم بعد قانون المالية 2017، ومن جهة التحرك نتاع الشباب، وكما قلت سابقا لدينا شباب واعي جدا، ومن جهة ثانية عندهم الانتخابات هذه المقبلة، وبالتالي بدأوا يحضرون، يعلمون بأن الجزائريين لهم حساسية من بعض الدول، وبالتالي تبون لما تكلم قال المغرب وفرنسا وإسرائيل وقطر حيث توجد السيدة بنجلنا. إذن ولكن أليست مفارقة هذه الفرنسا التي يهربون الأموال ويشترون العقارات فيها ويعالجون فيها 50 مليار بشهادة الصحفيين الفرنسيين وبعلم المخابرات الفرنسية؟ يعني أمراء قطر والخليج ألا يفرشون لهم الصحارى وتحت الحراسة الأمنية الجزائرية ويصطادوا الغزلان والحيوانات المهددة؟ أليست مزايدة فقط يعني؟ لا، مجرد كلام، هم يدركون، وأكيد فرنسا تدرك هذا وتعرف بلي هذا مجرد كلام. وحتى أمراء الخليج الذين يستقبلون هنا بالأحضان ويسمح لهم بالصيد في الصحراء الجزائرية ويحصلون على مشاريع بالمليارات، يعني مشروع بلارة أعطي للقطريين وعرقل ربراب مثلا. ولهذا هم يخوفون الشعب الجزائري، يحاولون تحريك الشعب، النخوة الوطنية داخل الشعب الجزائري. طيب. ويقول له أرفعوا العلم، احنا العلم رافعينه في قلوبنا، العلم احنا خضبناه بعرقنا لما كانت لنا فرصة للمساهمة في بناء الدولة الجزائرية. الآن يحاولون تحريك هذه العاطفة الوطنية ولا يدركون بأنهم لم يعودوا يستطيعون أن يحركوا. طيب. أي أحد، لأن الناس اليوم واعية جدا، لأن الناس اليوم تقول لهم عليكم أن تبادروا من أجل انتقال ديمقراطي هادئ سلمي توافقي إلى آخره. طيب، وهنا يقودنا سؤال على ذكر الانتخابات وكنت تشير إليه يحيى، ما تعليقك؟ تنقل صحيفة الوطن اليوم عنه أنه يحيى في خلشلة في حضور محتشم بضعة مواطنين يدعو مناضلي الأرندي إلى تجنيد المواطنين الناخبين مثل الفيس، ما تعليقك؟ ويحيى يقول هذا الكلام تنقله الوطن اليوم. المواطن الجزائري لم يعد ذلك المواطن الذي لا يعرف أي شيء، وبالتالي هذا المواطن لا يمكن أن تجنده اليوم. هؤلاء الناس لا يستطيعون أن يجندوه، مستحيل يجندوه. أنا أقول لك، اليوم سألني صحافي هذا الصباح في قناة خاصة جزائرية، قال لي أنتم تقاطعون أم لا تشاركون؟ قلت له نحن لا نشارك ولا نستعمل كلمة نقاطع. قلت نقول لك لماذا؟ لأننا ندرك جيدا بأن العزوف سيصل على الأقل 70-80% في الانتخابات المقبلة، ونحن لسنا بالحزب الانتهازي ولا نريد ندعي انتصارات ليست لدينا. فإذا قلنا نقاطع ونطالب الشعب الجزائري بالمقاطعة ومن بعد تطلع المقاطعة 80%، احنا ما راحش نقولوا باللي احنا اللي السبب فيها، لأننا نعرف مسبقا بأن راح يكون عزوف. المواطن اليوم ما تكلملوش على الانتخابات ما يقبلهاش، كيفاش راهين يجندوهم؟ ما فهمتش انا كيفاش راهين يجندوهم. قالوا له ارفعوا العلامات. التعليقات طبعا ساخره من الجزائريين، احدهم قال اعطوني سكن، انا ليس لي سكن لارفع عليه القلم العلم. يعني فعلا، لان الذي اخذ 5000 و10000 متر مربع والذي لديه ثروه قارون وجمع الملايير هذا يرفع علم عليها.
أما المواطن المسكين الذي لا يملك سكن، الشاب الذي لا يملك عمل، الشاب الذي تخرج من الجامعة ونجده يعمل في أعمال أقل بكثير من مستواه، العائلة التي لا تجد ما تأكله في 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 بيتها، هذه كيف تطلب منها أن تكون وطنية؟ كيف تطلب منها أن ترفع علم؟ أعطيه يأكل، أعطيه عمل، وفر له ما يحفظ كرامته، ثم سيرفع العلم بدون ما تطلب منه ذلك. شكرا لك أحمد عظيمي المتحدث باسم حزب طلائع حريات، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. أنور مالك، ما رأيك في قصة العلم، هزوا الإعلامات والتعليقات؟ أنت في فرنسا ما شفت عالم في كثير من العقارات، يعني اللي مسؤولين، يعني خلينا من المواطنين، الكلاب اللي جابها بعرق جبينه، كاش ما شفت عالم مرفوعه يعني تضامنا مع قصه رفع الاعلام. اخي جمال الدين، الانظمه المستبده الفاسده دائما تلجا الى عده خطوات ترفع، عندما لا تجد ما تقدمها الى اوطانها تلجا الى الشعارات الوطنيه، وعندما تدرك أن الشعوب لا تصدقها تلجأ إلى الدين وتجند الأئمة كي يعيدون الثقة عبر الفتاوى، وعندما يفشلون يلجأون إلى التخويف بالخيارات الأمنية والأمن القومي. هذه الأنظمة فقط، هذه الأنظمة الفاسدة ما تفعل. يندرج هذا الأمر حكاية هذا رفع العلم الجزائري، الذي إذا كان الجائع، إذا كان الجائع في الشريعة الإسلامية إذا سرق لا يقام عليه الحد، كيف الآن تأتي إلى واحد فقير لا يجد قوت يومه ولا يجد حتى بيت وتطلب منه يرفع العلم كدليل حبه على هذا الوطن؟ يعني نوع من هذه كلها أدلة وإثباتات تثبت على أن هذه الحكومات مفلسة ولا تجد ما تقدمها إلى هذا الوطن. نعم، الوزير أقسم أنه سيتم مواصلة البرنامج، وأنا أجزم أنه سيتم مواصلة أي برامج، ولكن على حساب ماذا؟ سيتم، ربما سيتم ترقية هذا الوزير ويصير رئيس وزراء أو يصير وزير أول بعد سلال أو بعد غيره. وأمر آخر سيلجأون إلى المديونية ويأتون بالمليارات، ولكن هذه المليارات تسجل كديون على الدولة الجزائرية وكي يستمرون في النهب. طيب هي على كل حتى الاستدانة لم تعد بتلك السهولة، من يقرض بلد يعرفون أنه يبدد المليارات، ليست بسهولة، لم تعد بالإمكان. هذه الجزائر التي كانت تمحي ديون الدول الإفريقية ثم تعود لتستدين من البنك الإفريقي للتنمية، ليست مشكلة في المديونية أخي جمال الدين، إن يستطيعون الأماكن التي فيها ثروات مسيطرة عليها دول أجنبية، فرنسا وأمريكا، هناك ثروات كبيرة ستبقى مرهونة إلى هذه الدول، هناك خيارات كثيرة جدا ستستعمل في هذا الجانب. ولكن أقول أن هذه الوطنية المزيفة، هذه الأصنام التي تصنع من أجل تحويل الوطن إلى أوثان في عقول الناس وفي قلوبهم، هذا نوع من السخف الذي تمارسه الحكومات. عندما ينال المواطن حقه سيحب وطنه، لا ما تجي تخير ما بين الفساد او الفوضى، ما تقول له انا حقيقه انا ارفض اي فساد، اي ارفض الاستبداد، ارفض التخريب. ولكن قبل هذا من الى ادت هذه الواقعة؟ ما رايكنا في خطاب يعني عمار هو الذي يذكر اسمه في فضيحة قرن أخرى، فضيحة طريق السيار والمليارات التي ولم يكتمل بعد، ويطلع على الجزائريين يقول إيه أنا هددكم. نعم، يختفي وراء يعني جزائريين، وإذا تطور الأمر يدعوهم لحمايته، بينما يبقى هو في مستفيدا، يحق له تنظيم مهرجانات قدام في العاصمة، يقول هذا الخطاب خطاب تخويف، يعني يا نبقى في السلطة يا يجيكم الإرهاب أو داعش مثل ما قال سعداني وأيضا ويحيى كذلك. نعم، هذه التنظيمات طبعا راهي تحركها أجهزة استخباراتية، سيصنعون تنظيمات وستقتل، هم ضمنوا أولادهم مستقبلهم في الخارج. عمار غول راه محصن، خرج من الحكومة، ذهب إلى مجلس الأمة ونال الحصنة سيحمونه. هم يتحدثون على أن الجزائر بخير، هم الجزائر التي يقصدون هي الولاية 49 نادي الصنوبر، ولا يقصدون أعماق الجزائر، ولو نزلوا إلى أعماق الجزائر ما لرأوا ما يندله الجبين من حالات الفقر. الجزائريين الآن يعملون نداءات على الفيسبوك من أجل العلاج في الخارج، وأموال الجزائريين تذهب هنا هناك. هذا كلام من هذا طيب. إذا كان خليني يا جمال تفضل اخوي فقط، الله، اقول لك اذا كان اعطيت مالك الى مفلس
لا تنتظر أن يصنع به شيء مفيد أبدا سواء مهما كان ومهما ادعى ومهما كذب ومهما خدع. الجزائر ليست بخير والجزائر ذاهبة إلى المجهول، وعلى الدولة وعلى الحكومة وهذا النظام أن يراجع نفسه قبل أن يغرق. طيب، وتغرق معه الشعب الجزائري. الوقت يضغط علينا، ما تعليقك أنور مالك في الأخير على ويحيى والتصريح؟ صحيفة الوطن تقول أنه يدعو أنصاره في الأراند دي إلى استعمال أساليب الفيس في تجنيد الناخبين في الانتخابات المقبلة، وهو كان في مهرجان فيه 20 شخصا وحضره في خنشلين. هذه أحزاب، هذه دكاكين حزبية تلجأ إلى مثل هذه الأساليب، تستعمل المال العام، تستعمل وسائل الدولة من أجل مثل هذه الأمور. هذه الحكومة الجزائرية والنظام الجزائري وصل إلى درجة الإفلاس، النظام في مرحلة يعني يندلها الجبين، هم أصلا لم يحسموا حتى أمرهم فيما بعد بوتفليقة. الأمور ليست على ما يرام، نتوقع كل شيء من هؤلاء إلا أنهم سيعملون شيء لصالح البلاد، هذا لن ولم أتوقعه يوما. وللأسف الشديد الجزائر في خطر، الجزائر في خطر، وسوف نرددها إذا لم يصفق هذا الشعب ويصفق الخيرون في المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية والمؤسسات السياسية والمسؤولين السابقين وحتى الرئيس السابق وغيره ممن الذين تولوا مسؤوليات، يجب أن يستفيقوا قبل فوات الأوان. شكرا لك أنور مالك الكاتب والإعلامي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من فرنسا. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.